وقد صدر بيان عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والستين بعد المئة ورحب المجلس الوزاري في بيانه بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي باعتبارها مبادرة رائدة تعكس حرص مملكة البحرين الدائم على نشر ثقافة السلام والتسامح والتفاهم والعيش المشترك بين الحضارات والثقافات والأديان واستعرض المجلس الوزري مستجدات العمل الخليجي المشترك حيث اطلع المجلس على ما تقوم به اللجان العامله في اطار مجلس التعاون من جهود لتعزيز العمل الخليجي المشترك بالاضافه الى مسيره التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون واكد المجلس الوزاري على المبادرات التي اعلن عنها حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك مملكه البحرين المعظم في قمه البحرين بالدعوه لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الاوسط لاقامه الدوله الفلسطينيه الوطنيه والمستقله والامنه ذات السياده ودعم جهود الاعتراف بالدوله الفلسطينيه على المستوى الدولي وقبول عضويتها الكامله في الامم المتحده كما هنأ المجلس الوزاري مملكه البحرين بمناسبه فوز الفريق الاولمبي في دوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024 بحصوله على عدد من الميداليات الذهبيه والفضيه والبرونزيه محققا المركز الاول على المستوى العربي. كما ادان المجلس الوزاري استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا محملاً إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبراء. وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره منوهاً بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي. لوقف الاعتداءات الاسرائيليه على قطاع غزه والمساعدات الانسانيه والاغاثيه التي تقدمها دول مجلس التعاون ورحب المجلس باستمرار الجهود السعوديه والعمانيه والاتصالات القائمه مع كافه الاطراف اليمنيه بما يؤدي الى تحقيق حل سياسي شامل ومستدام في اليمن واكد المجلس الوزري على مواقفه وقراراته الثابته بشان العلاقات مع ايران مؤكدا ضروره التزامها بمبادئ حسن الجوار واحترام سياده الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخليه وحل الخلافات بالطرق السلميه. واكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابته وقراراته السابقه بشان ادانه استمرار احتلال ايران للجزر الاماراتيه الثلاث. هذا واكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابته تجاه الارهاب والتطرف ايا كان مصدره ونبذه. كافه اشكاله وصوره كما اكد المجلس الوزاري على ان ملكيه حقل الدره كامله هي ملكيه مشتركه بين المملكه العربيه السعوديه ودوله الكويت فقط ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعيه في تلك المنطقه